ما هي طريقة إزالة اللبان من الملابس؟ يمتاز اللبان بقوامها اللين والدبق مع سهولة التصاقه بقوة بالأقمشة والملابس على اختلاف أنواع أنسجتها. من الصعب التغلب على قوة التصاق اللبان بهذه الأنسجة والتخلص منها بمجرد نزعه عنها، إذ قد يتسبب ذلك في تمزيق مساحة الأنسجة التي يغطيها اللبان، كما أن الضغط عليه أثناء محاولة إزالته سيزيد من التصاقه بالقماش. أما إزالته فتحتاج اللبان إلى طرق خاصة لتحدث بنجاح دون الإضرار بأنسجة القماش أو إتلافها، وفيها ما يلي بعض من الطرق المتبعة في تحقيق ذلك. أولاً، التجميد. يساعد تعريض اللبان درجات حرارة منخفضة جدا على تجميده وتحويل قوامه من اللين أو الدبق إلى الصلب والمتماسك، مما يجعل من السهل إزالته، وذلك من خلال طوي قطعة الملابس وجعل اللبان ظاهرا على الجزء العلوي للطيات، مع الحرص على عدم ملامسته لأي منطقة أخرى من الملابس أثناء الطوي كي لا يلتصق بها أيضا. وضع قطعة الملابس في صدر نظيف وتركها في الفريزر لبضعة ساعات حتى يتجمد اللبان بالكامل. تخرج قطعة الملابس من الفريزر مع محاولة نزع اللبان عنها بطرف ملعقة أو معدن رفيع، مع الحذر كي لا يتمزق القماش. في حال بقاء آثار للعلكة على الملابس، يترك فوقها مكعبات ثلجية لبضعة دقائق مع محاولة إزالتها بنفس الطريقة السابقة. الطريقة الثانية، الحرارة العالية. تساعد الحرارة العالية على تفكيك قوى التلاصق بين جزيئات اللبان وتسهيل إزالته عن الملابس، وذلك باتباع إحدى الطريقتين، الغلي أو بخار الماء. والطريقة الثالثة هو الكحول. الكحول من طرق إزالة اللبان من على الملابس، خاصة الباهظة الثمن منها، حيث لا يضر الكحول بالملابس كما لا يبهت من لونها، وذلك من خلال اتباع التالي: أولاً، الاستعانة بالكحول الشفاف. يسكب الكحول على قطعة إسفنجة جديدة غير مستعملة من قبل، تدعك الإسفنجة باللبان حتى تتشرب أكبر قدر من الكحول. تترك بقعة اللبان لبضعة دقائق حتى يقوم الكحول بعمله في إضعافها وتفكيكها. متابعة دعك البقعة بالإسفنجة حتى تختفي بالكامل.